كونكتيفيتي ما بينهم دلوقتي ولا لا. قلنا قبل كده ان احسن طول بعمل بيها تسعة كونكتيفيتي طول اسمها البنج. تمام؟ البنج ده ممكن اشغله في اتنين مود، يا اما في اليوزر مود يا اما في الانيبل مود. يا اما فين يا شباب؟ اليوزر مود يا اما الانيبل مود. تعالوا نجرب الاثنين. لو انت جيت هنا بقى دلوقتي كده اخدت بالك الاول صحيح المره دي الثاني اتنين سيس لوك تشينج ستيت تو اب والبروتوكول هو كمان اتحول لاب، وبالتالي لو قلت له شو اي بي انترفيس بريف هيديني هنا اب اب. ليه؟ قبل كده كان داون داون لان الكابل مش متوصل، لكن انا خلاص دلوقتي وصلته بجهاز قايم. تمام؟ تعالى نقول له بقى هنا اند كده ديسيبل. لو قلت له بينج على الاي دي بتاع البي سي بتاعي انتر، اتقل اتاكد كده الاول 178 مش اتاكد برضو من الفاير وول اهو فاير وول. تمام؟ نجرب بقى تاني كده. تمام؟ الدوت دي معناها ان البنج ان سكسسفول، الاكسكليميشن مارك دي معناها بنج سكسسفول. بالمناسبه صحيح انا كنت في الاول متوقع لو انا كنت قفلت الفاير وول، يعني افتكرت ان انا اقفل الفاير وول قبل ما تيجوا كان هيديني المنظر ده. كان هيديني المنظر ده. تمام؟ قلنا تاني دوت معناها ان البنج ان سكسسفول، الاكسكليميشن مارك معناها ان البنج سكسسفول. مش عارفه اكتب وانا قاعده كده. تمام؟ ممكن تلاقوها حرف اليو اللي هي ديستنيشن ان ريتشبل، ديستنيشن ان ريتشبل. تمام؟ السؤال بقى بعيد عن حته الفاير وول اللي انا كنت اصلا عملتها دي. تمام؟ ليه لو كنت بنكت على الديفولت كنت هلاقي اول دوت وقعت، اول بنجايه وقعت، وبعد كده اربعه اشتغلوا؟ الديفولت هنا ان هو بيبنج خمس مرات، بيبنج بيبعت خمسه باكيت، بيبعت كام يا شباب؟ خمسه باكيت. السؤال عاده ليه اول بنجايه بتقع وبعد كده الاربعه اللي بعديهم بيشتغلوا؟ ماشي، بدل ما يتحرق دمي، عشان بروتوكول الارض. عشان بروتوكول مين؟ الارض. لو نفتكر كده مع بعض كان اساسا جهاز الراوتر عشان يوصل للبي سي مصد يبقى معاه الماك ادرس بتاع البي سي، هيجيبه منين؟ عن طريق بروتوكول الارض. تمام؟ فكانت اول باكت بيبعتها برودكاست في الشبكه يسالهم يا جماعه الاي بي الفلاني يرد عليا بالماك بتاعه، فساعتها البي سي على ما يرد اصلا على الراوتر، فالمفترض ساعتها ان لو ضاعت اول بنجايه او اول بنجتين عديها عادي، ممكن اصلا في المرحله دي لسه بيجيب الماك بتاع البي سي. لو جيت بعد كده ابنك بعد ما خلاص جبت الماك بتاع البي سي وطبعا كيشته عندي، لو جيت ابنك المفترض ان كلهم يشتغلوا، المفترض كلهم ايه يا شباب؟ يشتغلوا. واضح لغايه دلوقتي؟ حتى لو قلت له هنا شو ارب قال لي ان الاي بي اللي اخره 178 ده الماك بتاعه، فعلا اهو ده الماك بتاع كارت الواي فاي بتاعي. صح؟ تمام، نكمل. لو جيت دلوقتي بقى عايزه ابنج فين؟ في الانيبل مود. هو مش فارق اي حاجه خالص، هو حد يقول لي الاولاني وقع البنجايه وده لا ملهاش علاقه، ده ريليتد بايه؟ ببروتوكول الارض. تمام؟ امال ايه الفرق بقى؟ قال لك اليوزر مود ده كبيري، هقول له بنج مسافه الاي بي بس كده، ده كبيري. انما في الانيبل مود في شويه اوبشنز محترمه بصراحه، يعني لو استخدمت الهيلب في شويه اوبشنز ممكن ان انا استخدمها حلوه قوي. مثلا تعالوا ناخد دلوقتي واحد مثلا اللي هو ريبيت. ايه ريبيت ده بقى؟ الديفولت تاني احنا اتفقنا ان هو بيبنج كم مره؟ خمسه. في الدوس حد فاكر كان كم؟ اربعه. هنا خمسه. لو انت دلوقتي عايز تبنج عدد تاني من البنجات تقول له سي مثلا ريبيت الكلام ده 20 مره. ريبيت الكلام ده ايه؟ 20 مره. طب افرض ان انت عايز تبنج عدد كبير بقى من البنجات، هناك كنت ببنج بايه؟ ماينس تي. تمام؟ هنا بقى مفيش عندك ماينس تي، فهتضطر ان انت جاست ان انت تديله رقم كبير. هو مفيش ريبلاي ولا ايه؟ حد كده يا جماعه يبقى قوي الملاحظه. اللي هو الاي بي كتبت الاي بي غلط. تمام؟
وانا بكتب بسرعه كتبت الاي بي غلط وفي نفس الوقت اديت له عدد كبير من البنز. طب والحل؟ المشكله دلوقتي طبعا لو قلت له هنا كنترول زد مش عايز يوقف، كنترول سي مش عايز يوقف، هنا سيسكو بتقول لي طيب السكيب سيكونس تو ابورت، ومش قالت ليا ايه هو السكيب سيكونس. تمام، عشان اوقف البنج دلوقتي هضغط على الكيبورد على كنترول شيفت 6، وقلنا تاني 6 اللي ناحيه الحروف مش اللي ناحيه الارقام. تمام، يبقى تاني لو انت بتبنج عدد كبير من البنجات واكتشفت ان الدنيا مش شغاله او الاي بي غلط يعني، توقف البنج ازاي؟ بكنترول شيفت 6. تمام، وطبعا في شويه اوبشنز محترمه طول ما احنا ماشيين هنشوف شويه منهم، في حاجات منها هنحتاجها. بصفه عامه كل البنج اللي احنا اخدناه دلوقتي اسمه نورمال بنج. اسمه ايه يا شباب؟ نورمال بنج، لان في نوع تاني اسمه اكستندد بنج. تمام، ايه الاكستندد بنج ده بقى؟ ان انت اصلا بتقول له بنج وانتر، بتقول له ايه؟ بنج وانتر. هيبدا يسالك مجموعه من الاسئله بيفكرني بمين؟ بالسيت اب مود. بيفكرني بمين يا شباب؟ بالسيت اب مود. تمام، طيب بيسالني مثلا اول سؤال ابنج لك على بروتوكول اسمه اي بي، اقول له ايه؟ ايوه انف، اوعى حد يقول يس. يس يبقى انا ببنج على بروتوكول اسمه يس. تمام، يا اما تكتب اي بي زي ما هي يا اما انف. التارجت اي بي ادرس اللي انت عايزه تبنج عليه مين هو؟ سوري تمام، ريبيت كاونت عايزه تبنج كم مره، وبيقترح ابنج لك 5 مرات. لو عايز ديفولت انتر سي، عايز اغير الرقم سي مثلا اقول له 10. الداتا جرام سايز حجم الباكت، لو تفتكروا كده في الدوس كان حجم الباكت 32 بايت. تمام، هنا الديفولت ان حجمها 100 بايت، فلو انت عايز تقبل الديفولت انتر. بصفه عامه لو ما فيش سبب قوي ان انت تغير الديفولت اوعى تغيره. تمام، انتر. التايم اوت السكندز 2 سكند باي ديفولت. ايه التايم اوت ده بقى؟ ده التايم اللي المفترض الباكت تروح للديستنيشن وترد عليا في خلال الثانيتين. تمام، انتر. اكستندد كوماند اسالك اسئله كمان يس ولا نو؟ يا عم كفايه، ورغم ان انا هقول له نو الا ان هو هيسالني كمان سؤال. سويب رينج اوف سايزز يس ولا نو؟ بصفه عامه برضه لو في سؤال انت مش فاهمه اقبل الديفولت، فانا هقول له نو دلوقتي. بس تعالى اديكم هنتايه بسيطه كده، لو قلت له يس ايه اللي هيحصل؟ هو المفترض ان انا هبنج دلوقتي كم مره؟ 10 مرات، حجم الباكت 100. لو انا قلت له يس على السويب رينج اوف سايزز تمام، هيبدا يسالني اسئله كمان تاثيرها ان مثلا ممكن اخلي الباكتس حجمها مش كلهم 100 بقى، اخليهم 100 105 اللي بعديها 110 اللي بعديها 115. اي على حسب انت اللي بتحدد، انت اللي بتحدد اصلا الفرق ما بين كل واحد والتاني قد ايه. تمام، فانا اقول له نو بنج لي فعلا 20 بنجيه. بنج كام؟ في اي اسئله اب تو ذس بوينت؟ تمام، كل اللي احنا قلناه ده بقى تمهيد للتوبيك اللي المفترض ان احنا هناخده دلوقتي اللي هو